نود الإشارة أن طبعا فعلا هناك الأمطار خصوصا في حيس والرياح مستمرة خصوصا في فصل الصيف، وطبعا توجد استجابة من المنظمات، ولكن الاستجابة هنا بطيئة جدا، تتأخر في تلبية الإغاثة للناجين. كما أود الإشارة أن توجد هناك وجدت صيانة من بعض المنظمات في المخيمات، ولكن الصيانة هذه لا ترتقي إلى السواء إلى المطلوب، صيانة ضعيفة، الشلتر، المواد، الخيام والطرابيل والفرش، هذه كلها ما زالت رديئة جدا، يعني لا ترقى للشيء المطلوب. يعني ممكن يستلم النازح المواد الصيانة أو الطرابيل أو الفرش فترة قصيرة خلال شهرين ثلاثة قد انتهت. طيب ما هي الحلول أستاذ جمال؟ يعني الحلول المستدامة، يعني نحن نقف امام حلول جزئيه لا ترقى يعني كما تقول لا ترقى ان تقاوم حتى 4 اشهر. هل من حلول لديكم او مقترحات يعني تكون دائمه على الاقل او حتى تصمد سنه على الاقل؟ يا سيدي، احنا وضعنا الحلول، وضعنا المقترحات للمنظمات وعلى المنسق الشؤون الانسانيه، على منسق الشؤون الإنسانية باليمن سيد ديجو، وعرضنا على الأوتشا والمنظمات جميع الحلول أنهم يحاولوا يعني يفرضوا بتغيير هذه المواد، تغيير المواد اللي يجيبها المنظمات، مواد رديئة، إلى جانب تغيير الخيام من خيام طارية إلى خيام انتقالية. ما زال 8 سنوات في النزوح وما زالت الخيام طارئة لحد الآن في معظم المخيمات، لم إلا بعض يعني ما غيروش خيام انتقالية تحفظ وتصون النازح، ما زالت الخيام طارئة لحد الآن.